صياف الفترة هذه تكثر عليهم المصاريف بعد الصيف ومصروفه يجي في نفس الشهر عيد الأضحى وين صوم العلوش ينجم يفوت 500 دينار وفوق هذا زيدهم مصروف الغونتخي سكولير وكان نحسبوها بالفلوس حسب إجابة معظم التوانسة الصغير الواحد أقل شيء يتكلف 250 دينار بين كرارس وكتبة وغيره وتنجم توصل المليون كان العائلة عندها أكثر من صغير واحد وبطبيعة التوانسة كان عندهم ما يقولوا في الموضوع هذا وكل واحد أعطاه حل باش يتصرفوا في المشكلة هذه أنا اللي تدعي لي يقولوا شو اللي على يومك كل عيد وليت بالعكس الحكاية فهمتي ولا ما هو العيد هذا جا صعيب برش فهمتي ولا بطبيعة أنا عندي صغيرات اللي قراء وكل شيء تقعد تخم يا مصروف الأولاد وتدخل المكتب يا تخم العلوش يا تخلي الملاك يستنى في الكراية تقول له بعد العيد تونت فيهم وأنا هي تو جات ظروف مضبوطة بالقدا تاع 65 كيف وربي يسهل. انت خديت علوش؟ لا ما زلت ما نجمش مانيش في ناخذهم بصراحة عندي أولادي قراية قبل كل شيء لونتري سكولير والله يتحملك أقل شيء أنا عندي طفل تحضيري وطفلة في السيزيام ابتدائي صغيرات أنا باش نشري الكرتابة باش نشري المنديلة ما تحب فكلكش على 400 ألف خديت لهم أنت بديت والله لا خديت شيء وراس بناتي لا خديت حتى شيء كي يبدأ بدوره قاعد نخم توا بالي باش نمشي ركع أموري طر فلوس حتى بعد ما لقيت شيء يا حي إنه بالله يا أخوي اللي عنده صغيرات بالصغيرات صعيب الوقت توا معاش صعيب ياسر تقعد تخمم في الملاك يجيك راس شهر يحب فلوس وعنده خم فيك هكا هو وهذاك وقتنا تو وقتنا صعيب ياسر قبل كان كل شيء سهل تو صعب ياسر والله ساعة ساعة الواحد يتخلى أنا مريض نتخلى حتى على دواء نتاع السكر نتاع برشا حاجات على خاطر نسبق ولادي قبل ومن بعد يعمل الله دليل بكل شيء شو نقول لك أنا نقول ربي نجاحهم شوف بنتي كيف كنتي كيف هي نبدأ فرحان ضربتيني وجعوا بالنسبة للي عنده ثلاثة وأربعة صغار يوجعوا أنت أنا نعمل برنامج نعدي وساعة العيد ناكلوا العلوش وبعد الرونتري في جرت بعض ونديجا ناخو قبل نسبق قبل مثل الكرتابة ولا دوات فهمت ناخوهم قبل الرونتري ما نقعدش نستنى فهمت نقص على روحي شوية العلوش قد خذيته 250 ضرايف خاطر انا الطفلة برك وخذيته من نوبة مع لاسيرونس نتاع المكتب ولاسيرونس نتاع الجارد وقتك ضربتين يوجعوا أنا عندي بنية بركة ويوجع وخلي اللي عنده ثلاثة مثلاً ما خديتوش أنا المرة هذه خاطر معايا نسيبي بول مرأة معنا خذها هو العلوش كيما عم ناول بقوا عنا مصروف القراية ومكت عارف زاد العيد فيه مصروف والصيف والعروسات وكذا ما هو الميزانية أمبيسيري فهمني لا لا ما تكفيش والله انقصت صحيح انقصت كل مرة حاجة باش معنا خاطر معناها كل شيء مع بعض ما تنجمش تاخذ كل شيء مع بعض فهمت كي جيت تحسبها تلقى برشا فلوس ماذا بك تقصد ماكسيموم معناها كل مره شويه كل مره شويه لين تكمل الحكايه بون فورماتور سكولير مازلت مازلنا ما خديناهاش بون ابوبري معناها راش حسب اللي صحابي من قلت فوق 150 كل واحد ودون الزايد من بعد خاطر ماك تعرف كي يدخل المكتب هذه ناقصه وجيب هذه وجيب هذه وجيب هذه تلقى روحك فايته وذوك فهمني وحتى وصل عام زاد ثم مصروف وثم درش نو ثم برشا موجود في القرايه مصروف في العيد مصروف كل شيء ديما عندنا المصروف الزايد برشا زايد في تونس النيفو دو في في تونس ولا لا يطاق ولا ما يجيبش يتحمل مواطن عادي ما يجيبش يتحمل مواطن عادي ولاحظ انا معناها في رأي الخاص 50% في الشعب التونسي مش باش يعيد اذا ما قلناش ها نيصير نورمال باش نعيد باش مش نعمل بس قد خديت العلوش 450 مازال ما دخلوش يقرا مازال ما دخلتش في المعبوكه نتاع الرونتريس كولير نشري علوش اما غالي برشا العلاش بصراحه غاليه برشا برشا من القليل مع الشواصل الخضره زاده غاليه برشا ما نحكي لكش واحد من مكتب وعيد ومصروف برشا برشا واحد معاش خالد قد خديت انت العلوش انا خديته ب 500 وصافا معناها والحمد لله انا بركة نخدم والحمد لله وواحد كيما يقولوا فيها اما غاليه برشا الدنيا كان تشوف الفلفل تلقاه يوصلك حتى لالفين معناه القليل ما عاش عايش القليل اللي ظروف وتعب مسكين وكها والله يتصرف انتي والإنسان كيفاش يعيش كان وعايش ويعرف كيفاش يتصرف وكل شيء من هنا ويفضل شوية منه وشوية من هنا أما إذا إنسان يحب السيف والعرس ورمضان وعياد وعيد كبير وعيد صغير ومكتب وكل شيء من هنا مسكين وش مش يعمل وخاصة يبدأ هو يخدم ومرته في الدار ولا حاجة باش يتعب الطبيعة بالحاجة شريت انتي على شريدة شريت اي قدي شريت في ما عندي في جديدة 520 ماك تعرف الدنيا صعيبة إذا مش تدخل بقوة ما تنجمش تونسي مسكين هاك تشوف فيه
تو هذا البوست هنا هاك تشوف فيها تو وصلت معناها يمكن 500 وهما في 200 واش هما 500 تسكر معناها العباد جاوه جاي لهنا باش تاخذ مسكين ما يا خويا جبد باش يا خويا نجم يعيد ينجم يروح البلاد هكاك انا كي تبدا عندي حاجه ضروريه باش نقري صغاري ابجل هذيك ما جاموش ما هي لا مش يفرض عليا مش فرض عليا علاش ناخذ ولا يقول لي ها خذ طرف الحم واش ناخذ طرف الحم ما خليش ديني ما خليش خذ بالسيف العلوش ولا خذ الحم ولا حاجه المصروف ما نكذبش عليك عندنا صغار يقرا وفما معناه مصاريف الدار ومصروف العيد هذا جاء في وقت معناه بريود اللي هو معناه شويه بريود نتاع خارجين من السيف فروحات عندنا معناه رمضان واحنا زاد قبل وتويك فروحات عروسات وتويك دخلنا على العيد معناه ما نجموش نوفر الامكانيات الكافيه ولهذا معناها الواحد يعمل الميزانية خاصة وأغلبية توقع دي المواطن بصفة عامة حتى منهم هنا قاعدين نسلفوا فروش من البنوك هم اللي قاعدين يحلونا في مشاكلنا والله ما ياخذوا بالكلمة مع عند حبيب باش نعطيه أفونس ونكملوا الباقية أنا ما عندي سنة باك فهمتني مصروفهم كبير وقرايتهم ويتيدات معناها ثم مصروف كبير عنا انت توا جبت لي ذكرتني في همومي الكل دونك انا ما صدقت ربي ارتحت شويه مشيت عملت قهوه وسيجار وقعدت نرتب في اموري فهمت دوتلي فاصون بالنسبه تاو نوتري سكولير سي كلكو شوز انديسبونسابل معناتها باش لازمك توفر الدبش نتاع صغارك ونتاع نتاع وليداتك معناتها توفر لهم الدبش توفر لهم المينيموم معناتها نتاع القرايه نتاعهم وبالنسبه للي باش يجي معناتها العيد وكل العيد سنه مؤكده المشكله في تونس اللي ولينا نقولوا سعيد الكبير ما عادش نقولوا ما نقولوا عيد الاضحى دونك ولات عاده اكثر منه الدين وبالنسبه للدين هي سنه مؤكده لكل العباد ما تصليش ويضرب في البوني باش يمشي يشري علوش اذا كان خلطت عليه خلطت عليه ما خلطتش عليه ماهيش باش تقعدني مشكله في مخي فهمني صغار وكل شيء صغار يلزمهم يعرفوا الامكانيات نتاع والديهم قادر يجيني في الصيف انا توا من شهر جوان هو قاعد في الدار فهمت هذه هاو بحر هذه هاو كعبه كريب هذه هاو كعبه بيتزا هاو هذه هاو غلاس هاو اندرا شنو دونك مصروف اني نمشي كل يوم بعد خلات لك نقول لك نحب العيد ونحب الرونتري يسمو زدنا يلزمنا نحن الاولياء راهو يلزمنا صغارنا نقربوا لهم نحن مش هما يقربوا لنا خاطر هما مسكين مساكن بالنسبه لهم انتم فوزيت سورس نتاع مش تعمل سامحوني باش تعمل لهم ما توفر لهم الشيء اللي يحبوه الشيء اللي يتمنوه اللي عطانا دين نتاعنا دين يسر مش دين عصر هذايا تو ناس وعيد وندر شو 500 و600 وتلقاه مسكين في حال ربي يعلم به يمشي يتسلف وياخذ علوش ب 800 دينار و 850 و 600 ألف عليه كفر كل وقت ووقت وكل ظرف وظرف ومعناتها ماناش ما نوخرش على المصروف نتاع الواحد بالنسبه للعيد بالنسبه لي انا اذا كان قعد بعد المصروف نتاع القرايه نزلت معناها ما عملت حتى لا ما خذيتش ديسيزيون خاطر حتى نقعد انا وصغاري ونعملوا قاعده نعملوا اجتماع على اعلى مستوى ومعنا وزيره الداخليه نتاع الدار فهمتني ومن بعد ناخذوا قرارات اللي لازم ناخذوها فهمتني